السؤال التالي، القائد يتحلى دائما بالأخلاق ويكون قدوة، هل حسام غالي يستحق لقب القائد رغم عصبيته؟ أكيد طبعا. رغم عصبيته؟ أكيد طبعا. بس القائد نحن شو قلنا لازم يكون؟ لا يعني يلتزم بالهدوء أنا والاتزان لا أصلا ويكون قدوة للجميع، صح؟ حسام غالي، بس عشان الناس تبقى فاهمة، حسام غالي العصبية والنربزة اللي بيبقى موجود فيها دي من غيرته على الفرقة، من حبه للنادي الأهلي أوقات بتبقى زيادة، أوقات بتبقى طيب ما ممكن واحد يحب النادي ويكون عنده غيرة عليه بدون ما يعمل مشاكل ويتعصب بالشكل ده؟ لا، حسام شايف ان زمان ما كانش كده، حسام غالي خالص، حسام شايف ان الجيل اغلبه اعتزل، الناس اللي موجودة كلها ناس صغيرة او اغلبها ناس صغيرة وناس جديدة داخلة على النادي الأهلي، ما اقدرش اقول ان هم مش متحملين المسؤوليه، لا اقدر اقول ان هم يعني لازم يفهموا ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا جدا، جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا، معنى ان انا اخسر مباراه او اخسر نقطه ده لازم ابقى انا خارج من الملعب حاسس ان انا ما قصرتش ثانيه، هو ده اللي احنا عايزين نوصله للعيبه. ممكن حسام اللعيبه مش حاسين بهذا الامر؟ لا حاسين طبعا، انا عشان بس كلامك مش غلط، اللعيبه حاسه طبعا، بس هو عايز يوصل لهم ان لا، مش الطبيعي ان انت تخسر، مش الطبيعي ان انت تتعادل، اخسر بس اخرج من الملعب حاسس ان انت ما قصرتش نهائي، او ما تلومش نفسك ان انا في كوره ما جريتش فيها. ده حسام غالي بيلوم نفسه، حسام غالي لما بيبقى وحش بيعترف ان هو وحش، لكن يعني هو متضايق من عصبيته، حتى مزعوج من عصبيته. هو على فكره احنا المباراه مجرد انها انتهت احنا بنضحك وبنهزر مع بعض، يعني حسام غالي بعد ما بتخلص المباراه هو بيضحك وبيهزر، هو مش فاكر هو قال لي في الملعب. رديت فعل يعني عصبيه بس تعرف انه مشكله الاوقات مثل ما بيقولوا مش كل مره بتسلم الجره، يعني بهالطريقه كمال عصبيه ممكن تكون لها ذبذبات سلبيه على اللاعبين، صح؟ مش كل الوقت يعني بتنفع تخانق مع كتار من اللاعبين، بدي اسالك مع مين ما تخانق؟ لا بس هو الفكره كلها ان حتى لما الموضوع بيزيد هو بيروح يقول يا جماعه للي حصل معاه المشكله ما تزعلش مني، حقك عليا، يعني انا وحسام غالي على طول بنزعل لبعض في الملعب، هو احنا يمكن متربيين مع بعض، لكن ده لمصلحه الفرقه، مش ولا هو بيزعق لي عشان خاطر ان هو كابتن عليا، ولا انا برد عليه عشان خاطر ان انا كابتن عليه، خالص احنا ما بنعملش ده نهائي، احنا المهم عندنا مصلحه الفريق بس، مش اكتر يعني، مش يعني الموضوع الناس اوقات بس بتاخد انطباع عن حسام انه عصبي وعامل مشاكل خالص. بتاخد انطباع؟ بتاخد انطباع؟ هو ما اللي حصل شو؟ هو حسام طبعه كده، هو خلص طبعه هيك، هو هيدا الشيء طبعه كده. لكن جربتوا تحكوا معه وتقولوا له كتير؟ اتكلمنا لانه قدوه، يعني يكون افضل شوي اكثر رواق واكثر هدوء. اتكلمنا مع حسام كتير طبعا، اتكلمنا مع انه يعني مش كل المواقف محتاجه العصبيه بالظبط، لان ممكن في لعيب صغير يتوتر في الملعب من العصبيه. مش هيك عم اقول لك، مش كل مره بتسلم الجهه بالظبط، ده اللي احنا لا بنقوله طبعا، لكن هو والله ما بتكونش مقصوده، ما هي النقطه هو لو مقصوده هيقدر يعمل كنترول عليها، لكن هو ما بيقدرش يفرق، حتى هو بيكلم لعيب صغير او لعيب كبير، هو لمجرد ان هو حاسس ان الموقف ده كان محتاج ان عماد يجري فيه خطوه زياده، فبيزعق لعماد انه ما جريش خطوه زياده، هو شايف ان الموقف ده مثلا. طب بتقول له ايه؟ لا اوقات بسكت، انا عامه يعني في اغلب المواقف مع حسام بسكت، ما بردش خالص نهائي، يمكن مره او مرتين اللي رديت، لكن ما وبيبقى ردودنا مع بعض خلاص هي خلصت، يعني احنا هو بيقول كلمه وبرد عليه وخلص الموضوع. طيب ننتقل